حسناً، أنا جاهزة تقريباً. لكن قد تحتاج عيناي إلى بعض المكياج، والآيلاينر سيؤدي الغرض. أين اختفى الشيء الأسود بالداخل؟ هل نفد كل الكحل من القلم؟ لقد اشتريته قبل بضعة أسابيع فقط، لابد أن فيه القليل بالداخل. هذا كل ما تبقى؟ مهلاً، قد يساعدني هذا الملقط. إن نفد الكحل السائل، فاسحبي الرأس بملقط واقلبيه. عرفت أين يختبئ الكحل. لا شيء يضاهي رسمة الجناح المثالية لإكمال مظهرك. ما رأيك؟ تبدين رائعة كالعادة يا بيلا. أتمنى لو تعمل نفس الخدعة مع ملمع الشفاه. مياو، أنا أبدو شرسة. ما كل هذا؟ ربما لأن شعيرات الفرشة قاسية جداً. رائحة هذه الوصفة تبدو ناجحة. بيلا، لا تقلقي، أنا قادمة. ماذا حدث يا بيلا؟ هل مكياجك يقودك للجنون؟ أظن أن لدي الحل لمشكلتك. بللي قفاز مططياً مع بعض الصابون، ثم افركي الفرشاة المتسخة عليه. سيزيل الاحتكاك المكياج المتراكم عليها. وحالما يصبح الماء صافيا، فهذا يعني أنك انتهيت. تبدو جيدة، صحيح؟ لا توجد بقايا مكياج عليها. لا أصدق كم كان ذلك سهلا. أنت الأفضل يا فاكي. اغسلي وجهك أولا. أراك لاحقا. يبدو أن بيلا تأخذ وقتها في وضع مكياجها. لنذهب سنتأخر. آسفة، لا أزال أحتاج إلى وضع ظلال العيون. هيا يا بيلا، أقل ما يمكنك فعله هو تسريع العملية قليلاً. واو، هذا اللون الأزرق جميل، لكن كل هذا الدمج لا يأتي بلا ثمن. أوف، ما كل هذا الغبار تحت عيني؟ اذهب. أو لا. بيلا، ما ذلك الشيء على وجهك؟ أوه، هذا سيء جداً، لكن يمكننا أن نذهب الآن، صحيح؟ ابقي في مكانك لانا، فإصلاح هذا الحادث البسيط سيؤخركن 20 دقيقة. واو بيلا، ما الذي تنقبين عنه في حقيبتك؟ لماذا لدي كل هذه الأغراض؟ من يحمل منظفاً مرحاض في حقيبته؟ حسناً، هل هذه حقيبة سحرية أم ماذا؟ أوف، هي يجب أن يكون هنا. حسناً، أرجوك لا تخبريني أن هذا ما كنت تبحثين عنه. واو، هل هذا ساطور حقيقي؟ سأستعيره بكل تأكيد. في الواقع سيكون مناسباً لزي الليلة. إن تمكننا من الخروج من الأساس. نعم، هذا ما كنت أبحث عنه. إن وجدت نفسك في موقف مثل بيلا، فإن فوطة صحية كهذه قد تنقذ اليوم. لهذه الحيلة ستحتاجين إلى فوطة صحية ومقص لقصها إلى 3 قطع، لكن ستستخدمين الطرفين وليس القطعة الوسطى. الآن ألصقي الفوطة أسفل عينيك مباشرة مع الحافة المستقيمة في الأعلى. افعلي الشيء نفسه مع الجانب الآخر. الآن ضعي ظل العيون بنفس الطريقة المعتادة. أترين؟ لن تقلقي بشأن وصول البقايا إلى وجهك. واو، هذه كمية كبيرة. هل انتهيت؟ حانت لحظة الكشف عن الحقيقة. واو، هذه بشرة صافية. الكمال له اسم وهو بيلا. هذا كان من الممكن أن يكون على وجهك. كان ذلك مبهراً يا بيلا. هل حان وقت المغادرة أخيراً؟ بالنسبة لبعض الفتيات، فإن القليل من اللمعان جميل من وقت لآخر، لكن لبعض الفتيات مثل لانا، كلما زاد الجليتر كان ذلك أفضل. واو، انظري إلى ذلك. لانا، لست متأكدة أن فرشاة المكياج تستخدم في صنع الحرف اليدوية. لا فائدة، هذه الفتاة تحت تأثير تعويذة الجليتر. مرحبا لانا، كيف الحال؟ كما ترين، أضيف لمعانا إلى بعض أغراضي.
كلا، هذه ليست لك. بالطبع إنها فرشاتي. كلا، لقد اشتريتها الأسبوع الماضي. إنها جديدة وغالية. كيف يمكنني إزالة كل هذا الطلاء والجليتر؟ ادعي أن تعمل طريقة تنظيف هذه، وإلا فإنك مدينة لي بفرشاة جديدة. يا إلهي، لا داعي لأن تكوني قاسية معي هكذا. هل تحتاجين إلى تنظيف فرشاة المكياج جيداً؟ ضعي بعض صابون اليدين على قطعة ليجو مسطحة هكذا. بعد ذلك أمسكي الفرشاة باليد الأخرى وافركيها في النتوءات الصغيرة. يا، انظري إلى كل هذه الأوساخ، وجميعها تخرج من الفرشاة. لا تنسي شطف الفرشاة جيداً أثناء ذلك. ستعرفين أنك انتهيت عندما يخرج الماء صافياً من الفرشاة. حسناً لانا، لدي خبر سار. بفضل هذا الشيء فإن الفرشاة نظيفة. عظيم، هل يمكنني استعادتها؟ جوابي هو لا. يا إلهي، سأحرص على عدم لمس أغراضها باستثناء حقيبة المكياج هذا، سرقتها من غرفتها مبكراً. حسناً، لنرى ما لدينا هنا. فزت باليانصيب، هناك 10 فرش هنا. لنبدأ مهرجان الجليتر. حسناً، هناك أمر واحد مؤكد، لا أريد أن أكون حاضرة عندما تكتشف بيلا ذلك. نعم، لقد جاء بسرعة، أليس كذلك؟ مرحباً، شكراً على توصيلي بسرعة. رائحته شهية. طبق النودلز جاهزاً، واحد لك وواحد لي. أوه، يجب أن أفتح هذا الكرتون. هذه الطريقة تعمل في العادة. والآن عيدان الأكل. كيف تخرجها من غلافها؟ جيد. مخترع هذه العيدان لم يضع الأظافر الطويلة في الحسبان. صوفية، على وشك أن تنتهي من طبقها. حسناً، أمامي حل واحد، تناول النودلز بأظافري. لا حاجة إلى عيدان الأكل، لكن لا تتفاجئي إن حدق بك الآخرون. هل غسلت يديك أولاً؟ حسناً، هذا مضحك للغاية. قولي النودلز، صوري هذه الحركة. حسناً، لنرى من يريد الإجابة على هذا السؤال؟ أنا. تعالي يا صوفيا. التبشرة؟ ابدأي في حلها. أظافرها تنسحب على السبورة. توقفي. كم أتمنى أن تكون الإجابة قصيرة. هل الوضع يزداد سوءاً؟ هيا يا صوفيا، هل أوشكت على الانتهاء؟ أتوسل إليك، لا يمكننا تحمل هذا الصوت. لقد فعلت ما يكفي. سأجلس، ما المشكلة؟ إنها مجرد أظافر طويلة، لما كل هذه الدراما؟ واو، يا له من مانيكير جميل يا صوفيا. يا ويلي، آسفة يا صوفيا، يجب أن أذهب الآن. إنه براد. كيف يمكنني؟ لالي، هل يمكنك مساعدتي؟ هذا كثير على مانيكيري الذي لم ينشف بعد. هيا. أوف، ربما إن مررت مرفقي على الشاشة. لماذا لا يوجد إصبع في مرفقي؟ سيظن براد أني أتجاهله. أنا هنا يا حبيبي. لا، سأضع مانيكيرا يجف على الفور في المرة القادمة. مرحبا. ماذا؟ شكرا. كيف يمكنني ربطها بلباقة؟ سأتعامل معها لاحقاً.
هذه التنورة القصيرة خيار سيء. سيارة الجميع ملابسي الداخلية، كأني أشاهد حادث سيارة. حسناً، الوضع يزداد سوءاً يا عالم. كدت أن أصل؟ أمل أن العرق لم يفسد مكياجي. إنها غريبة لكنها رائعة. الشعر المموج جميل، لكن من الممتع أحياناً التغيير. وملمس الشعر هو المناسب للمهمة. لحظة، لماذا لا يعمل؟ ماذا يحدث؟ شعري ما زال كما هو. هيا، ما مشكلة هذا الشيء؟ كان ممتازاً قبل يومين. غريب، إنه ليس ساخناً. هل هناك مشكلة في التسخين؟ لماذا لا يعمل؟ هذا هو السبب، إنه ليس مشبوكاً حتى. لابد أنك تشعرين بالحماقة أوليفيا. ها؟ حسناً، أظن أن شعري يبدو أفضل هكذا. في نهاية يوم طويل، غسل وجهك أمر رائع. حان وقت غسل كل المكياج والغبار والطاقة السلبية من يومك. هل سمعت ذلك؟ هذا غريب. حسناً، متأكدة أني سمعت شيئاً. هيا يا رجل، أنا مستعدة ومسلحة. يفضل أن أغسله بسرعة، لكن أبقي عيناً مفتوحة دائماً. هل نحن في جلسة تصوير لمجلة معروفة؟ الماسكارا، آخر خطوة في مكياجك الطويل. لكن لماذا دائماً ما تعطسين مباشرة قبل أن تجف؟ أجل، يبدو أن هذه العيون تحتاج إعادة وضع المكياج، إلا إن كنت تحبين عيون الراكون. يفضل أن تراسلي العمل، ستتأخرين هذا الصباح. حسناً، يوم جديد وبداية جديدة. أوه لا، لا يمكن أن يتكرر هذا. هذه المرة، حاولي فتح عينيك حتى لا تلتصق الماسكارا بوجهك. واو، لقد نجح ذلك. والآن لا تحتاجين إلى كوب القهوة لجعل هذا الصباح مثالياً. تبدين مذهلة أوليفيا. الشمس ساطعت، مما يعني أنه وقت واقي الشمس. تحتاجين مساعدة يا أوليفيا؟ مرحباً إيميلي، تعالي. هل تمانعين وضع واقي الشمس على ظهري؟ لقد طليت أظافري للتو. حسناً، يبدو هذا ممكناً. بينما تبدو هذه الأظافر الرائعة، إنها تجعل الحياة أصعب بقليل. وفي هذه الحالة، فوضوية. ها أنت ذا. هل يفترض أن أتألم هكذا؟ كلي خدوش. آسفة، يبدو أن مخالبي وقفت في الطريق. حسناً، باي. شكراً لذلك.